معانا بعد كده واحدة بجد موهبة حلوة قوي من فلسطين، منى رسامة بترسم على الإزاز، الإزاز على الكاسات على أزاز. على كل حاجة. ايش ما بدك، اي حاجه قدامك بتبقى مرميه من الازاز، هي بتعمل منها تحفه فنيه. اتفرجوا على منى بجد واستمتعوا بالفن اللي هي بتعمله، ونتكلم عن منى بعد الفيديو بتاعها. منى شتية من مدينه سلفيت، عمري 23 سنة، تخرجت السنة من جامعة بيرزيت من تخصص الهندسة المعمارية. بشتغل هلأ في مؤسسة فلسطينيات كبروجكت كوردينيتر، وبالإضافة لموهبتي اللي هي تصميم الزركشات وتنفيذها، حالياً بادية أنا تنفيذها على الزجاج، ولقدام ممكن أنه أصفي بنفذها على أشياء تانية مثل خشب أو أنواع أو لوحات حتى أو أي شيء تاني. أنا صغيرة كنت برسم كتير وبحب الألوان، بحس إن هالألوان فيها حياة. الفكرة اللي أنا بديت فيها هي إني أعمل إعادة تدوير للأفضل، فكملت من هون، صرت أجيب الأناني الفاضي، أناني كولا، ماء زهر، واين أو أي شيء زي هيك، وأقرر إنه بدي أرسم عليه أو بدي أعمل له ديزاين. شو كنت أعمل؟ كنت أنزله على الفيسبوك وكانت الناس تشوفه عندي، فصارت هاي الأشياء يعني تعجب الناس أكثر ويطلبوها مني، خاصة أصدقائي والناس اللي حوالي. ففي البداية كانت الفكرة إني أعمل هدايا لأصحابي اللي بيحبوا هاي الأشياء، إذا صار عندهم مناسبة أو إذا أنا حابة أهديهم إشي منها. وبدأت بهذا الإشي وأهديتهم، في يعني هذا الإشي ما طول، لأنه كانوا يعرفوا إنه هذا الإشي بياخذ مني وقت وجهد ومال كمان، لأنه هاي العملية مكلفة. فاقترحوا علي إني أصير أبيعهم، وفي البداية كنت رافضة تماماً إني أبيعهم، لأنه ما بعتبر إنه هذا الإشي لازم أنا أتاجر فيه. يعني هي موهبة وأنا بحب أنميها وأشتغل، بس لأنهم هم كانوا عارفين قديش بياخذ من وقتي وقديش بيكلفني، أصروا على هذا الإشي، وأنا فعلياً صرت أفكر بالموضوع بعدين بشكل جدي. بعدين لما صرت أصمم أكثر وأعرف أكثر، صرت أبحث وصرت أشوف مثلاً الهنود إيش عندهم. طبعاً طبيعة دراستي كنت أعرف في الفترات الإسلامية شو كان في زركشات، في الفترات الصليبية شو كان في زركشات، وقت ما كانوا الإغريق واليونان كيف كانوا يعملوا الأعمدة وكيف زركشاتهم كانت طالعة. الرسالة الأولى والأخيرة هو إنه إحنا بنقدر نعمل إشي من ولا إشي. رسالتي دائماً أنا بحكي إنه رحلة الألف ميل بتبدأ بخطوة، وأنا بديت بإشي كتير صغير، يعني بديت بأغراضي شخصية وصرت أكبر شوي شوي، يعني وأنا لسه برضو صغيرة. بتخيل إنه لقدام رح أضلني أكمل في الطريق اللي أنا ماشي فيه لحد ما يصفي فيه معرض يجوا عليه الناس عشان يشوفوا زركشات منى إيش بتعمل. كل مرة إشي جديد، كل مرة بتتجدد وكل مرة بتتطور. متأكد ان اي حد شاف الفيديو اللي زي ما احنا شفناه عجبهم الشغل بتاع منى. بجد شغلك حلو قوي، يعني انا شخصيا بحب الاطباق اللي هي بتكتب عليها بالزخرفه اللغه العربيه. هاي اللي بتحطيها مثلا عندك في البيت او بتذكرني شوي بالكاليغرافي.
بالضبط الخطوط اللي هي بتتكلم بيها. هي كمان بتعمل نقاشات، يعني حتى هي بتتكلم كمان في الفيديو بتاعها بتقول لك ان هي بتحاول ان هي تجيب رسومات قديمه، يعني مثلا العصر الاسلامي مثلا زمان كانوا كلهم مشهورين بالزخرفه اللي كانوا بيعملوا بيها المساجد والبيوت والشوارع، فهي بتحاول ان هي تجيب الحاجات دي وبتحاول ان هي تطبقها دلوقتي بتحطها بالمودرن تايم بالمودرن ارت. فبجد شغل حلو قوي اللي هي بتعمله. حلو، انا حبيته انه هي بتستعمل اشياء نستعملها بال يعني الريسايكل اللي هي الحاجات العاديه اللي احنا استخدمناها قبل كده، علبه الزيت، علبه الورق الزهر، اي شيء بتسويه انه ريوزبل بالظبط، ان هي بتستخدمها تاني. فبجد ان شاء الله ربنا يوفقك اشتغل على